بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله يا جماعه النهارده هنستكمل كلامنا عن برنامج الاوتوكاد. طبعا المرات اللي فاتت كنا خلصنا شرح البرنامج وشرح اوامر البرنامج، وكنا عملنا زي تطبيق كده المره اللي فاتت ازاي ان احنا نبدا نشتغل في بلان معماري، وكنت اديتكم ابلكيشن ازاي ان انتوا ترسموا بلان انشائي. النهارده ان شاء الله هنستكمل كلامنا في تطبيقات في الرسم باستخدام برنامج الاوتوكاد. عندنا زي بلان معماري زي ده كده، ده عباره عن شاليهات، تمام؟ طبعا نص اليمين زي نص الشمال، واي من النصين بتوع المبنى ده، في هنا ده شاليه او استوديو اوضه واحده، وده ده اوضه داخل منها ريسبشن، فيها ريسبشن، وده اوضه منفصله اللي هو الشاليه ده ومعاها ريسبشن، وده الشاليه ده اوضتين ومعاهم ريسبشن. يبقى انا بالنسبه لي النص اليمين وانت داخل من السلم هنا، النص اليمين ده فيه ثلاث يعتبر شقق، والشمال نفس الكلام. اول حاجه بتجي لك وانت في اي مكتب تبدا ان انت تنظف المعماري ده عشان تحوله لانشائي. يعني معنى كده ان انا كمهندس انشائي مصمم مش بلجا ان انا اعمل المعماري، انا بستخدم المعماري اللي جاي لي كمصمم انشائي ان انا احوله الى انشائي وابدا ان انا اشتغل. طيب اول حاجه انت بتعملها لما بيجي لك المعماري ده المعماري خلاص، يعني هو المعماري لما كان جالي بالشكل ده كده، اللي هو الشمال الخط الاصفر ده المعماري، ده بيدي لك شاليهات الدور الارضي، والمتكرر يعتبر هو نفس الدور الارضي، يعني هو لا ده الارضي لان يعني مدخل العماره من هنا اهو، والمتكرر اهو بالشكل ده، هو نفس المساحه بالظبط خلاص. ودي واجهه اماميه او خلفيه يعني للشاليهات، طبعا هي دور ارضي او شاليهات متكرره. فاول حاجه انت بتعملها بتبدا ان انت تاخد اللي هو السقف المتكرر بالنسبه لك اللي انت عايز تعمل له انشائي. طبعا انا مش هركز قوي على التصميم قد ما انا طبعا بركز على الرسم باستخدام برنامج الاوتوكاد، ولكن بندعم ده مع ده، يعني بنستفاد من ان احنا خلاص بدانا نرسم ازاي ان انا استخدم اوامر الاوتوكاد وانا بشتغل في التصميم. هو ده اللي انا عايز اوصله لك دلوقتي. اول حاجه بتبدا تنظف المنشا بتاعك، طبعا هو عامل لك خطوط بيضاء دي اللي هي السور يعني مثلا، يعني انا ده مش محتاجه. طبعا هو رابط الخطوط دي بالاجساد عشان هو بينقل ما يروحوش يمين وشمال. اول حاجه اعمل ايه؟ انا عايز انظف الخطوط البيضاء دي اشيلها. تقفل اللاير؟ لا مش هقفل اللاير، هم كلهم كده مربوطين، يبقى انا اعمل ايه عشان المهم يعني؟ لا اول حاجه اعمل اكسبلود، فجرتهم، يبقى انا اقدر اتعامل مع خط خط، انا هشدهم. طب تاني حاجه هندسه، تاني حاجه بالنسبه لي هبدا ان انا اخفي الاجساد، طب اخفيها بلاير اوف عشان اقدر اشوف بدات الدنيا توضح ولا لا؟ بدات الدنيا توضح صح؟ صح ولا لا؟ طب انا عايز اشيل كل الفرش صح؟ هو طبعا فارش هنا فرش ستاندرد. هو طبعا انا باشمهندس مش مطالب مني ان انا اعمل الفرش. لا ده مش مطالب منك، انت باشمهندس معماري، انا مهندس انشائي، ولكن اذا يعني طلب منك انك انت تعمل حاجه كده صغيره انت تقدر تخش على ملف زي ده عندك في المكتبه بتاعتك انت، وتروح جاي مثلا عايز سرير. طبعا هو عامل بلوك للكلام ده كله، خلي بالك هو عمل ايه؟ هو المهندس المعماري اللي صمم الكلام ده عمل الفرش ده وعمل بلوك للفرش اللي على اليمين، وراح عامل له ميرور وداه شمال. ده انا عرفت ليه؟ لان لما جيت شاورت على الفرش لقيته هو عامل نص اليمين كله بلوك. بدليل ان انا فجرت ده هيبني بقى كل السرير لوحده وكل الكنبه لوحدها. هنرجع لكلامنا، لو انت عايز سرير ممكن طبعا تفجر ده دلوقتي، يعني انا ممكن اخد ده بره كوبي اهو. ده هو اصلا لما جه رسم عمل النص الشاليهات اللي هو اليمين وراح عامل له ايه؟ ميرو. فاهم قصدي ايه؟ ده المعماري طبعا مش قصته. لو جينا فجرنا الشكل ده كده وشاورنا اهو، ده سرير اهو، ده كومودين اهو، ده كنبه، ده ترابيزه وهكذا، ده دي حوض غسيل، وده بوتاجاز وهكذا. ده طبعا تاخد الكنترول سي تفتح اي فايل درونج 1 وعليكم كنترول بي نزله بالشكل ده وتزوم، يبقى انت ايه سحبت ومدين وسرير، عيش حياتك. الشرط ان انا اقعد ارسم الكلام ده، ما هو موجود اقدر ان انا انقل من فايل لفايل. يبقى انا بعد كده انا عايز بقى يا باشمهندس رامي، طبعا ده برده معمول له بلوك ممكن نفكه، انا عايز انظف الفرش ده، همسك بقى حوض حوض وكنبه كنبه اقعد اشيل فيهم؟ لا انا ممكن باستخدام القايمه بتاعه اللي هي الايزوليت اشاور على، طبعا ده لسه عامله بلوك،
بالقائمه بتاعت لير ايزوليت اقدر اشاور على الحاجه اللي انا عايز ان انا اللي انا عايز اشيلها كده. هو يعتبر مين الطبقه اللي هو ظاهره لي؟ الطبقه بتاعت الفرش صح؟ اشاور كده. اذا الداليتد حيطان يبقى هو كده المعماري كان غلطان. ليه؟ لانه كده هو حط لير في جزء من الحيطان مع اللير بتاع الفرش. لو ده معماري كويس بعد ما ادلت وانا بعمل ديليت يدلت الفرش بس. يبقى كده لذلك اول كلامنا خالص يا جماعه جينا اتكلمنا قلنا ان احنا يفضل لما نيجي نشتغل في اي موديل ان احنا نعمل الشغل بتاعنا على مجموعه طبقات مختلفه، عشان في حاله ان انا عايز اصنف حاجه وارميها عايز امسح البلوكات اللي موجوده مثلا، ما اقعدش بقى اقعد اشاور على بلوك بلوك اقول له ليه ديليت على البلوكات يخفي لي كله ويزور لي البلوكات هوب ديليت. ديليت الراجل ده راجل محترم. ليه؟ لان هو انا لما عملت ديليت دلوقتي هو دلت لي كل الفرش اللي موجود، ما دلتش بقى حيطان وابواب. عايز ارجع هقول له انا ايزوليت رجع. طب انا عايز اشيل ابواب تعال هقول له ايزوليت واشاور على الباب وبالمره على الاعلى. ينفع برضه عشان الناس لير اوف ها او ليه بس لير اوف خلي بالك بقى لير اوف ما زال الحاجه موجوده على الرسم. هتخلص انت تسليحه تمام وغلطه كده فتحت مثلا لير دي تتفتح الابواب دي كلها وانت في تسليح. طيب انا ما دام حاجه انا فعلا عايز اشيفت ديليت اخلص منها. لذلك دايما اشيلها خالص. لذلك دايما بقول لما تيجي تشتغل على اي موديل خد كوبي من الاصل. بعد اوعى تشتغل على لوحه معماريه اصل وتعدل فيها باظت. لا يبقى عندك السورس واخد منه كوبي على جنب اشتغل. يتحول انشاء. هو انا مش منسى رسومات هتجي لي معماريه وانا لا ده لا بص ده اللي هيجي لك في اي مشروع. ده اللي هيجي لك في اي مشروع اللي هو ده. انت جزء الثلاثه اللي على الشمال. وانت تعمل ايه بقى؟ انت هتبدا تحوله دول ده الفاينل ستراكشر دروينج يعني فاهم. انا عشان ابدا اعمل ده بدات كده خدت معايا بدات انا ماشي كده يا جماعه. لا الايزوليت الشبابيك البيبوال ومثلا القعده اللي هي طول اشاور المفروض ان هو يدلت لي كل الايه القواعد واللي هو ثلاث ابواب. فعلا هو عامل كمان هو عامل القعده بس على لير. انا اعتقدت ان هو عامل دول فاهم كمان معاهم نفس اللير. واقول دي ودي تمام. طيب انا مش فاهم معلش حضرتك بتعمل ايه دلوقتي؟ انا بنظف الشكل عشان ابدا احوله انشاء. ايوه انا عارف. لا خلي حيطان بس ايه يا باشا؟ بعمل لير ايزوليت تمام. بعمل لير ايزوليت ده بيقفل ده بيعمل لي ايه؟ اللي انا بشاور عليه هو اللي بيظل موجود معايا. يعني دلوقتي انا عايز مثلا الشبابيك دوست عليه انتر. لو انا شاورت مش هيشاور لي غير على الشبابيك بس اللير اللي انا شاورت عليه. ديليت شالها. ارجع بقى تاني. تمام كده؟ احنا ما بنسيبش الشبابيك في المشاي. ما بنعملش ايه؟ الشبابيك في المشاي. يعني ايه مش حضرتك مسحتها نوصل بقى والكلام حضرتك احنا هننضف بقى. طبعا الانشاء ما بانش فيه طبعا شبابيك ايه اللي بان فيه الانشاء. طبعا في طبعا ابواب مختلفه شويه برضه على اللير انا رحت مشاور عليها رحت مدرس. ممكن نعمل طبعا انا بالمره كده انا اعلمك حاجه ايه ظريفه. وانا بالنسبه لي فين الخط هنا المنتصف بالمني؟ هو رجع هنا ولا ما رجعش؟ رجع الحاجه اللي هنا تمام ماشي. فين الخط اللي هو في نص المبنى بالظبط؟ ده صح؟ مش ده الخط اللي هو لو انا اعمل ميرور اعمل عليه؟ صح؟ صح يا طارق؟ طب ما انا ممكن اعمل حاجه. انا ممكن بس كمان اخفي ال او امسح حتى الدايمنشن دي. او حتى بعملها تاني في الاخر يعني. نظبط احنا، اهم حاجه ان انا اعمل سكيلتون الانشائي بتاعي، اهم حاجه. اللي هو يعني اللي هو النظام الانشائي ان انا احاول ما يعملش ده مهم جدا. واغلب المهندسين طبعا بيبقوا عندهم مشاكل في الموضوع ده في البيت. اعمل ايه انا دلوقتي؟ انا ممكن اعمل تريم. انا هدفي ان انا بدل ما اقعد اعمل اليمين واعمله تاني شمال انا هعمل تريم واقص الشمال ده ارميه واعمل اليمين كويس واعمل له ميرور. تمام. انا عملت تريم وهنضف بقى الجزء الايه؟ اللي على الشمال ده تمام. تمام حتى ان انا بمسحه. هو طبعا هنا في غلطه او في حاجه. ايه بقى هي؟
ان هو عامل العمدان كلها بلوك على لاير واحد، على لاير واحده عامل لهم بلوك. انت واخد بالك معايا طارق؟ يعني انا هنا لما شاورت على العمود، بص هو شاور على العمدان ايه؟ لا كلها. طب انا هحلها ازاي؟ نعمل اكسدود كده ونشوف الدنيا فيه او بقى كل عمود وعمود. يبقى انا اقدر كده اتحكم، اشيل دول واشيل دول دول. العمدان اللي في النص سيبها لان انت مش هتعملها ميرور، فاهم يا طارق؟ فاهم يا تيتو؟ طبعا الحيطه دي يعني بالمره بقى، بما ان احنا ايه بنشتغل بالملي، بص اللي شمال الخط الاصفر انا نضفت، انا برضو بالمره بعلمك الميرور يعني. ماشي، يبقى انا كده يا باشمهندس ايه نضفت الدنيا. تعالى بقى هنا انا عايز اشتغل، اعمل هنا كاميرا وليكن خلاص. ممكن اعمل ده كده ده كده، انضف لي الكلام ده كله وابدا مثلا ان انا ايه جوين ده مع ده وجوين ده مع ده وجوين ده مع ده وجوين ده مع ده، واعمل لير اسمها بيم. هتلاقيني انا عامل هنا مثلا في الملف ده لير اسمها بيم 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 بيم. في بيم ولا مفيش بيم؟ مفيش بيم، يبقى انا اعمل لير اسمها بيم. في يا باشمهندس على فكره انا اتخضيت، اتخضيتني فعلا. اي بيم؟ لا اصل انا كنت عامل، اصل انا عملت الايه المحاور يعني لير اسمها بيم. ممكن اعمل ايه بقى؟ ممكن اعمل خط كده بلاير البيم واخد منه ماتش على الكاميرا اللي خلصت. بص بقى الحنكه ايه هي الحنكه؟ ان انا دلوقتي اذا كل الكاميرات الحيطان اللي عندي بقى لونها لبني، اذا انا عملت كل الاستاتيكال سيستم، هي دي الفكره. امسح الخط، فاهم الفكره؟ يعني اعرف منين ان انا خلصت، واعرف اميز منين دي حيطه ودي الحيطه اللي غيرها لونها ابيض. لو كل الحيطان بقت لونها لبني يبقى انا حولت كل الكاميرات خلاص، تمام كده؟ ممكن بالنسبه لي الجزء ده كده خلاص هيبقى حدود بلاطه. دي كاميرا كابولي، دي بالنسبه لي كاميرا كون دي صح. ودي بالنسبه لي، بص انا هعمل دي كده اكملها مثلا كده. نضف ايه هنا في اوريك دلوقتي انا وديت دي اكستند كده صح. خليك بس معايا وركز، وانت برضو مع الفيديو لما تعيده هتستوعب. انا هعمل ستريتش دي. طب انا مش المفروض بنسيب اماكن الابواب وكده؟ لا لا طبعا، انت الكاميرا بتعدي فوق الباب، انت الباب اللي قدامنا ده الكاميرا عاديه فوقيه. عدد ما عملت هنا سيرتش ليه وما عملتش النهار اللي هو جوي تولز، ادوات انا بستخدمها اتحكم فيها كيف ما اشاء. انا ممكن اخد ده اكستند واخلي الكاميرا دي كده توصل كده، فاهم قصدي؟ طبعا انا دي كده ممكن اخدها بالستريتش ماشي، ونفس الكلام مثلا دول، وامسح الخطين دول وده كله. تعرف انا ممكن اعمل ايه؟ انا ممكن اعمل ايه؟ انا ممكن اشيل الكاميرا الحته دي خالص، ودي بالنسبه لي، واقول له اكستند الخطين دول على الخط الصغير ده تاني، او انتر هيقول لي فين الاوبجكت، اقول له الاوبجكت ده الخط ده عايزه يستقبل دول. لو جاي شايف بص ده انا عملت ايه؟ دي كاميرا، وانا بالنسبه لي مش عايز ده، واقول له اكستند الخط ده يستقبل دول. طبعا مفيش حاجه اسمها حدود بلاطه خطين، حدود البلاطه خط واحد اللي بره، تمام؟ نفس الكلام هنا، انا هشيل دول، ممكن اعمل استريتش يا اما اشيل دول اصلا واعمل اكستند ان الخطين دول يوصلوا هنا. وما عنديش حاجه اسمها خطين، انا عايز الخط اللي بره بس اللي هو حدود البلاطه. بص بص يا باشا، انت فاهم انا عملت ايه؟ تمام؟ طبعا بعض المعماريين بيجيبوا لنا العمدان لونها اسود، يعني متقشره اسود، عادي مش غلط يعني، مش مشكله. ماشي، يبقى دي كاميرا ودي كاميرا. طبعا ده من ضمن الفرش طبعا سينرجي. طبعا ده كده فاكر انت ده منور فراغ اللي هو هنا في المعماري، انت بتعدي هنا تخش، ده الشغل يا جماعه، ده اكل عيشنا. طيب انا هنا بالنسبه لي طبعا دي كاميرا، احنا ممكن نعمل مثلا هنا كاميرا سي كاميرا تمشي كده، تمام؟ لا على اساس ايه بقى يا باشمهندس؟ على اساس ايه بقى؟ انت بالنسبه لك عندك هنا طوق، لو عملت كاميرا هنا جزء منها هيتدرى في الحيطه دي وجزء منها هيعدي في الطرق عادي في بعض الحالات. لو انا بالنسبه لي اللي هي فين هنا، اللي هي هنا يعني، تبقى انت خارج من الحمام شمال اوضه بعد كده باب الشقه ويمين ريسبشن. في بعض الحالات الكاميرا اللي بيفصل ما بين طرقه وريسبشن ده مطلوب اصلا، لان انت بتبقى نازل منه بستاره مش عارف ايه بتاع، ما بيأذيش. امتى الكاميرا بتاع الساقط يأذي؟ لما اجي انا مسقط لك كاميرا في نص المطبخ كده، يعني مثلا شايف العمود ده اروح جاي مسقط هنا كاميرا كده، دي ازاي؟ انما كاميرا معناها الطرقه دي ماشي، يعني بالعكس دي كمان بتفصل الاريات،
ماشي كده طالب. وببدا برضه ده هيبقى كابولي. نبدا بقى ايه ان احنا ده كان الشكل ده. انا هيبقى برضه كاميرا مثلا. هنا في نص كاميرا هنا باينه لي لسه هتتكرر، فاهمين دي ولا ايه؟ مش دي كده اللي في النص ده اللي هتبقى هنا اللي هي دي ايه هي؟ دي كاميرا. مش انا راسم هنا خط واحد عشان اعرف خط اصفر هنا، مش ده نص يمين زي شمال؟ طيب موجوده هنا يعني خلاص زي ما هي. شايف الحته دي اللي هي قدام السلم هنا اهي، راسم منها السنه اللي على اليمين بس. انا راسم منها اللي هي نص الكاميرا اللي على اليمين. ما دلوقتي يا جماعه بحاول احضن الكاميرات خلاص. بص دي بالنسبه لي ادي كاميرا، هو برضو اكستند عملنا هنا كاميرا. يبقى انا بالنسبه لي بص الهدف ان انت في الاخر بتحول ال 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 السقف اللي عندك لمجموعه باكيات سوليد سليم. يعني دي باكيه سوليد خلاص، ادي عشان تبقى باكيه ودي طرقه ودي ريسبشن. اعمل ايه؟ اروح اعمل ايوه كده. مع الخبره بقى انت هتلاقي نفسك ايه بدات اتعودت وفهمت الدنيا فيها ايه. خلاص هنا برده ده باشمهندس، اجي مثلا اكستند. طبعا المفروض ان انا طبعا كنت كل حاجه اخلصها في الكاميرا اعمل ماتش، يعني مثلا دول خلاص كاميرا ممكن نعملهم كلهم مره معايا، بس هتبقى ممكن بعد حين لو مشروع كبير تتلخبط يعني تنسى يا ترى دي كاميرا ولا مش كاميرا. انا عايز ابقى مركز، عايز ابقى بسيستم. دي خلاص كاميرا، دي كاميرا، دي كاميرا، دي كاميرا، ودي كاميرا كمان كده. انا ايه ودي برضه تمام. يبقى انا استقبل فاضل الابيض ده اللي لسه ما اتظبطش صح. ابدا ان انا ممكن اعمل دي كده، اشيل بس الاطراف الصغيره دي وابدا. طبعا دي الكاميرا عشان تبقى شايله يبقى لازم تقف، يبقى اعمل ده سكينه واقطع لفوق. طب ودي عشان توصل اعمل دي اكستند واروح مديتها كده. نفس الكلام هنا ده كله ممكن اشيله واعمل اكستند من ده اللي هو ده انتر وصل. طب وده اروح عامل تريم ده كده وينضف لي هنا. نفس الكلام هنا كده واعمل اكستند. ممكن لو دي حته صغيره تتشفط الله ينور عليك. تمام نفس الكلام هنا نعمل اكستند الطرقه مش من الساعه. ماشي وده بالشكل ده كده واعمل تريم ده. ما نعملش بقى الكاميرا تخش في نص الطرقه كده رخمه. ينفع ينفع بس حسب بقى المعماري عادي. يعني انا مثلا الوضع ده ايه اللي هيتم؟ الوضع ده هتلاقي مثلا كاميرا هنا. في كاميرا هنا؟ ايوه بس وفي كاميرا هنعملها هنا بتفصل ما بين الاوضه والحمام. انت ما دام كاميرا جوه طرقه بتفصل مثلا ايه قدام الاوض ده مش وحش، بس ممكن معماري يرفضه ومع انه حاجه مش وحشه يعني. ممكن انما المعماري اكيد هيرفض لو انت منزل له كاميرا جوه اوضه جوه ريسبشن. ودي هي شطاره المهندس المسافر، انك ازاي تعمل نظام انشائي ناجح يخدم المعماري في ان هو يوفي او يرضي رغبات المالك. ابدا انا بعد كده برضه اعمل ماتش من ده دول دي. ماشي يبقى انا كده برضه خلصت. وممكن اشيل دول خالص، يبقى انا عندي دي باكي. طبعا ده خطين لا انا عايز الخط اللي بره دي. تمام 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 خلصت كده. يا باشمهندس خلصت اللي فوق دي برضه يا باشمهندس كده. دي جابولي جابولي بلاطه. ابدا ان انا اعمل ميرور للشكل ده كده كله واركز وانا ايه وانا بشاور. ممكن اشاور طبعا انت خلي بالك هتختار ده كله ما عدا العمودين اللي فين. العمودين دول انا مش هختارهم، انا بس هختار نص الكاميرا. معاك فاهم قصدي؟ خلصت اخترت كله. المطرع جاي عامل كده واقف عند النقطه اللي هي ايه؟ ميرور. بص تقول انا عايز اعمل ميرور كده. هيقول لك عايز تمسح السورس؟ قول له لا. فانا هيبقى ايه نو قصدي يبقى دوست انتر، مسحت الخط اللي في النص، عملت النظام الانشائي كامل في اقل من تقريبا بقى لنا خمس دقائق تقريبا متسجل. وابدا ان انا اعمل ماتش بروبرتيز. عايز اقول لك الطلبه في اشعه التخرج في الخرسانه بيقعدوا يعملوا نظام الانشائي ده اول شهر ونص مثلا، يقعدوا يعملوا في النظام الانشائي. اي نعم انا اعترف ان هنا النظام المعماري مسهل عليا كمصمم انشائي النظام الانشائي. بعض الاحيان بيبقى فيه انظمه معماريه متلعبكه شويه تقدر انت ما تقدرش تسقط كاميرات بسهوله، ولكن عموما انا مش هدفي دلوقتي في الكورس ان انا افهمك يعني نظام انشائي قد ما انا تاني هدفي ان انا اخليك
نرسم ببرنامج الاوتوكاد نظام انشائي منها بنستفاد ان احنا بنمرس ايدينا في اوامر الرسم في نفس الوقت بنتعلم برضو حاجه جديده النهارده ودي حاجه بنضيفها النهارده في الكورس ان احنا ازاي انا حولت من معماري زي ما احنا شايفين ده معماري حولته لايه الانشائي بتبدا انت بعد ما تصمم بتعرض على الاستشاري اللي معاك في المكتب تقول له يا دكتور انا عملت نظام الانشائي اهو يبدا مثلا يقول لك هنعمل الباكيه دي ودي يعني اللي انا هتكلم عليه هنا هو اللي هنا الباكيه دي هنعملها هول بلوك سلاب مثلا وان واي اوردي والباكيه دي كلها هنعملها سوليد او هنعمل دي كمان هول بلوك سلاب وهكذا وبتبدا انت ترسم انت دلوقتي يا باشمهندس مخلي الشقه الاولانيه خالص من غير ممكن تقسم النص لو انا قسمته من النص هنا كاميرا طيب انا مثلا سي زي ما الباشمهندس طارق بيقول كده عملت هنا ايه كده الكاميرا اللي هي 0.12 اللي هو دخلتها 12 سم وعملت اوفست منها شمال خلاص كده انت بتقول هاخد منها كوبي واروح على المعماري اخد كوبي فين البيس بوينت نقطه موجوده عندي هناك في المعماري اللي هي مثلا هنا في النص اللي هي هنا صح مش دي البيس بوينت اللي هناك زي هنا تنزل لي فين بقى بالظبط هتبقى انت قاعد انت ومثلا وزوجتك واولادك هنا كده وفوق الكاميرا خلاص وانت نايم على السرير تبقى باصص يمينك المفروض ان في حمام اخر البتاع واخر الشاليه وفي عندك مطبخ الكاميرا دي هل لو هي موجوده زي ما كل ده يبقى ستريت وانت حاطط نجفه كبيره في النص خلي بالك الكلام ده زي على قد ما انت ممكن تحس ان هو تافه بالنسبه لك كمهندس انشائي بس هو فعلا المواضيع بتفرق لان في النهايه انا كنت فاكره ده الخط يعني الكاميرا ده هتبقى فاصله ما بين هيفصل انا بالنسبه لي كانشائي ده افضل ليه؟ لان هو كده قسم لي الباكيه الكبيره دي باكيتين صغيرين تسليح الاثنين هيقل انما لما تبقى كبيره تسليحها هيبقى تقيل صح كده؟ احنا مش مهندس هنقعد نصلح وكده؟ ده دلوقتي؟ لا يعني المفروض يعني المفروض طبعا انت كمصمم انشائي انت بتصلح كل حاجه انا هديك بس انديكيشن ازاي بتعمل ايوه انا فاهم تمام؟ اقعد بقى ارجع بقى لكتاب الخرسانه ده في التصميم يعني دلوقتي احنا الكورس بتاعنا تعليم رسم انا زودت للكورس مع ان ده المفروض مش في كورس تعليم اوتوكاد انا زودت ليه ان انا بدي لك يعني زي التحويل معماري انشائي لان احنا تقدمنا في الموضوع وقلنا نزود حاجه برده ومنها رسم ومنها اللي انا علمتك بداياتك ايه في شغل التصميم انما في طبعا هترجع بقى للتصميم وده موضوع تاني خالص طبعا وهي المنظومه بتكتمل هما شقين تصميم اي منشا خرساني لازم تكون بتعرف تصمم وبتعرف ترسم انت كده خدت الشق بتاع الرسم بس الاكبر انا مش عايز مفيش اسمها الاكبر يعني اوصلها لك البنزين اهم ولا العربيه اهم؟ هي نفس الفكره خلي بالك بالظبط يعني هل مين الاهم؟ ما هو لو مفيش عربيه البنزين ملوش لازمه ولو مفيش بنزين العربيه ملهاش لازمه لو مفيش رسم مفيش ملوش لازمه التصميم ولو مفيش تصميم مفيش يعني الاثنين لازم يبقوا ايه؟ يجتمعوا عشان اقدر اعمل اوت بوت للموضوع خلاص؟ بس طبعا يعني تصميم اسهل يعني التصميم هتخش وتعرفه مش عارف بس هو ما ينفعش البتة انك انت ما تكونش بتعرف ترسم اوتوكاد وانت رايح اي مكان نهائي يعني ما ينفعش ما يكونش كمان بتبقى شاطر اوتوكاد خلاص انا ليه دخلت في قصه الرسومات المعماريه والانشائيه لان انا بدخلك جوه القالب التصميم جوه مكتب بعيشك فيها على اعتبار ان انت ان انا ما اجيبلكش مثلا ايزومتري واقول ايزومتري بتاع رسم هندسي ووصفيه بتاع اعدادي هندسه واقول لك تعالى نرسمه دواير ونعمل فراغات ونسقط المسقط الجانبي كتير جدا بيدوا كورسات اوتوكاد كده ويكون في طلبه سيفل انجينير قاعدين طب ده ما ينفعش ليه؟ لان انا المفروض اعلمه انا اعلمك لذلك انا دايما بقول يا جماعه لما في كورسات اوتوكاد الناس تاخدها يبقى تخصصات يعني تروح انا عايز اخد انا راجل سيفل انجينير عايز اخد كورس اوتوكاد يبقى اللي يديلك سيفل مصمم انا راجل اركتكتشرال معماري يبقى اللي يديلك معماري ليه؟ اكيد بتاع المعماري عنده سنسات للرسم المعماري وتحط الحوض فين ومش عارف اكيد لان الراجل اتهرس في شغل معماري ميكانيكال نفس الكلام ماشي يا جماعه؟ لو انا عايز اعمل هنا ارسم تسليحه ببساطه شديده بعمل لير رينفورسمنت خلينا انا عامل هنا لير اسمها رينفورسمنت لونها موف دي وابدا ارسم خلاص؟ طبعا انا هنا بنعمل زي ما قلت لك في المكاتب احنا بنعبر عن لا احنا الريفورسمنت ده اللي هو انا عامل طبقتين طبقه سوليد طبقه داش الداش ده اللي هو الاضافي العلوي يعني. لما تخش في التصميم اكتر هتعرفوا الكلام ده مش موضوعنا دلوقتي. وبنعمل اوفست مثلا 0.08 ده اللي هو الفرش اللي هو خطين وده اللي هو مين؟ الغطر. وبنبدا نفتح اي ملف مثلا تاني نستدعي منه قيم الحديد زي ما قلت لكم المره اللي فاتت مثلا ده في سي ملف موجود قبل كده
باخد الكوبي عندي في الملف بتاعي وبعد ما بخلص شغلي بمسحه. يعني ممكن اخد سقف كامل بتاع مشروع تاني جنبي في نفس الملف اسحب منه حاجه مثلا السي ده مثلا 5 في 10 يا اما تاخد حاجه معموله راسي يا اما اخد ده واعمل له روتيت واشغل القرص عشان يروح ب 90 درجه واعمل له موف واقفل القرص معايا طارق وتشوف كام وكام. اول حاجه بتعملها انت بتفرش السقف كله بتسليح فرش وغطا وتحط اقلام حديد وليكن 5 في 10 وتبدا تغير فيها طبقا للتصميم. يعني بنحط كل الاول ساق ستريت عادي ونبدا نغير فيها طبقا للتصميم بتاعنا. الفرش دايما على الاتجاه القصير. الفرش دايما في الاتجاه القصير والغطا في الاتجاه الطويل. طبعا ما ننساش ان انا بيبقى عندي هنا كابولي يعني هنا بيبقى عندي المفروض كابولي اللي هو الشوكه بتطلع تقريبا بوينت اللي هي تخانه البلاطه وبتمد مره ونص طول الكابول. وطبعا في حديد في الكابولي في الاتجاه الثاني صح؟ اللي هو بيبقى كام؟ 5 في 10 مره ونص ده بالكلام ولا مش بالظبط؟ لا انت بتعمله المفروض تعمله بالظبط يعني بس هو احنا بنكتب في الملاحظات يعني ان شاء الله يكون لا 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 الحديدين عارفين طبعا الكلام ده كويس جدا كمان. ايوه بس ما بيظبطوش بالظبط مش بالظبط. ما يقلش عنه. ما يقلش عنه يعني المفروض ان انا عامل دلوقتي هو مثلا حديد اللي هو الكابولي. المفروض ان هو من سنتر راين الكاميرا لغايه يمتد جوه البلاطه ما يقلش عن مره ونص طول الكابولي. والهدف من ده ان النيجاتيف مومنت اللي جاي عندي من البلاطه الكابوليه يحصل له دامبنج جوه البلاطه يعني يموت جوه البلاطه. خلاص طيب يبقى بالنسبه لي ده كده بنبدا نعمل فرش وغطا في الاتجاهات زي ما انتم شايفين كده يا باشمهندسين. طبعا انا راسم دلوقتي نوع من انواع البلاطات الخرسانيه. نوع مين ده؟ لا مش توي هو. خلي بالك البلاطه السوليد سلاب. وخلي بالكم يا جماعه ان السوليد سلاب سواء وان واي او تو واي بيتحط لها حديد في الاتجاه الفرش برضه ايه وغطا. مفيش جديد في ده يعني. انا بالنسبه لي المفروض يا باشمهندس السوليد تو واي بيبقى سخان للطول بس. لا التو واي ليها حديد في لا هو الوان واي سخين في القصير اللي هم اللي ما يعبر عن الفرش والغطا بيبقى مينيموم من غير تصميم ما باخدش شريحه في الاتجاه الطويل. لا في الوان واي يا جماعه بصراحه كده كده انا عندي البلاطه السوليد سلاب 1 واي او 2 واي بيبقى ليها شبكه حديد سفليه في الاتجاه القصير والطويل. يعني حديد اتجاه قصير فرش والطويل غطا. ايه الفرق بين 1 و 2؟ في ال 1 واي انت بتصمم شريحه واحده بس في الاتجاه القصير انا مش حمل اصلا رايح في الطويل. اما ال 2 واي بتصمم شريحتين شريحه في القصير وشريحه فين؟ في الطويل. ففي ال 2 واي ممكن اتجاه الطويل يطلع له قيمه غير المينيموم اللي هي 5 فاي كام؟ 10. اما ال 1 واي هيطلع لك مش هيطلع لك قيمه في الاتجاه الطويل هيبقى دايما قيمه الحديد كام؟ 15 هو المينيمم بالنسبه لي. تمام وبنبدا ان احنا نسلح ماشي. المفروض ان احنا بنوصل ان احنا بنسلح كل اللي طبعا انت هنشوف هنا شويه بقى حاجات غريبه. ايه يا باشمهندس ده؟ قال لك دي حاجه اسمها الفواتير. بيكون عندي بعض الاحيان حيطان صغيره ماشي تقسيمات مثلا سيبشن زي ده كده اللي هو بتاع الشاليه الاوضه وعندي حيطان مش عايز اسقط لها كاميرات وبتاع حيطان صغير ممكن اعمل لها فواتير. يعني ايه فواتير؟ تركيز حديد جوه البلاطه تشتغل كانها كاميرا بتبقى تقريبا 3 في 12 او 3 في 16 كاننا عملنا كاميرا مدفونه جوه البلاطه. بطلع انا مع الحداد واروح جاي انا بالمعماري اشوف المسافه دي قد ايه واروح جاي حاطط 3 تسيخ في 12 الاول الاساسي بعد كده اللي هو متشال عليه. يعني انا بالنسبه لي هنا الفاتوره دي اللي شايله واللي دي اللي ايه؟ متشال عليه. موقع حضرتك اللي بتقول لما لا انت بتخلص السقف خالص الحداد بيقول لك يا باشمهندس خلصنا خلاص تمام. فبتبدا انت كمهندس بتطلع تبص على الفواتير. الفواتير دي بتبدا تحطها انت مع الحداد تقول له مثلا قطع لي سياخ بطول كذا هتقيس دول طول قد ايه؟ تقول له قطع لي 3 حتت هنا وثلاثه الناحيه الثانيه دي 6 حتت بتطلع معايا تروح حاططهم ورصصهم معايا تقول له بص لي هنا الثلاث سياخ. هو فاهم يعني فواتير بس هو انت بقى بتاكد معاه يعني دول بيبقوا اتحطوا تحت الحيطه بالظبط المفروض. باشمهندس الاسم المتداول في السوق مش فاي 12 وفاي 16 2 لينيا و3 لينيا و4 لينيا. ايه بقى؟ ما دي مجرد لغه. يعني اللينيا ديت هي الفاي. بص ال ازات مختلفه اللينيا ارقام مختلفه. اللينيا دي يعني هو انا يعني ملهاش وحده قياسيه معينه بس اللي هو 2 لينيا و3 لينيا وال4 لينيا وال5 لينيا والكلام ده اللي هو فاي 8 من اول 2 لينيا فاي 10 فاي 12 فاي 16 اللي هو الاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة. بعد 4 16 ليه؟ اللينيا 4 لينيا يعني هي تقريبا بتضرب في 3 وتقرب لأقرب فاي يعني مثلا 2 لينيا ده تقريبا اللي هو يضرب في 3 يعني 6 يعني فاي 8. طب 3 لينيا 3 في 3 بكام؟ 9 أقرب لأقرب حاجة اللي هو فاي 10. طب 4 لينيا فاي 12. طب 5 لينيا اللي هو 3 في 5 ب 15 أقرب فاي 16.
فتلاقي في الموقع يقول لك يا باشمهندس احنا محتاجين مثلا حديد 3 لينيا. 3 لينيا ده اللي هو يوصل بيه ده اللي هو الفاي 10. عايزين 4 لينيا، 4 لينيا ده اللي هو الفاي 12 يعني. في وفي وفي صناعيه كتير جدا حدادين مش شغالين، ما يعرفوش يعني ايه لينيا او ما بيشتغلوش باللينيا دي كمان. فاي اه يقول لك عايزين حديد فاي كذا. يعني مثلا لما بروح الشركه مثلا هطلب حديد مثلا من المصنع. لا طبعا بتخش ايام تنزل تشتري عادي في مصنع بتقول والله انا عايز حد. لا طبعا مفيش لغه اللي دي موجوده، بس الفاي ده اللي هو المتعارف عليها الرسميه. اه يعني انا بخش المصنع بتقول انا عايز حديد مثلا عايز مثلا 10 طن قطر 12 سم 12 مللي اللي هو فاي 12، وعايز مثلا 5 طن مش عارف قطر 16. الحسابات والحاجات دي طبعا بالبروفيرا والكلام ده. البروفيرا يا جماعه ده اتجاه غير الاتجاه اللي احنا فيه خالص. الاتجاه البروفيرا ده اتجاه بتاع المكتب الفني اللي هو اداره المشروعات الهندسيه. يتبعوا برامج البروفيرا اللي هي برنامج البروفيرا ده اللي هو بيعمل برنامج زمن المشروع والايتيمز والاكتيفيتيز والكلام اللي هي اللي هو الايه اللي هي الانشطه اللي جوه المشروع اللي هو الحفر والرص وبتاع الخرسانات والتشطيبات ده شغل، وده مجال عمل، ومجال عمل اللي احنا فيه دلوقتي ده اللي هو التصميمات الانشائيه. ده اللي هو فيه بقى برامج الاوتوكاد كرسم والريفت كرسم وبرامج الديزاين اللي هي الساب والاتاب برامج سي اس اي شركه سي اس اي، وطبعا الروبوت اللي هو برنامج جديد من شركه ديسك ده بيعمل تصميم. يبقى احنا في مجال دلوقتي هتيتو ايه التصميمات مش عمل، وانت لازم تختار اتجاهك. خلي بالك يعني مثلا طارق شغال دلوقتي في مكتب، واضح من كلامه ان هو اللي احنا فيه ده تصميمات انشائيه وهكذا، مش بقى مش مجاله دلوقتي اللي هو اداره مشروعات. لا لو هو كان المكتب بتاعه بيعمل برامج زمنيه مش عارف ايه، كنت هتلاقي طريق توجهه ان هو عايز ياخد برنامج بروفيرا ويتخصص فيه. وانا باشمهندس المكتب عندي ما يعملش برامج زمنيه وكده. ممكن يبقى عنده استشاري. ممكن، بس هو يعني استشاري حاجه جميله، بس هو هي تخصصاته طبعا. هي تخصصات، خلي بالك تخصصات قويه. لو عندهم كده ده انا اشتغل احسن من الكلام ده. بروفيرا احسن. يعني عايز ده تخصص ده فرع وده فرع. بس هو طالما الراجل يعني هم قالوا لك احنا عايزين اوتوكاد وعايزين مش عارف ايه، يبقى بيتكلم في تصميمات، وده اللي انت بتقوله. خلاص؟ طرق. انا مش فاهم ازاي يعني هم شغالين منشآت وطرق وكل حاجه. طرق بس. مش انتوا قلتوا شغالين منشآت زي دي؟ خالص؟ كله طرق بس؟ طرق وشبكات صرف. شبكات ميه. وده عشان كده برضه هم بيقولوا احنا عايزين اوتوكاد مش عايزين ساب، لان هم الساب ده اللي هو او الاتاب للمنشات الخاصه. يعني بس ده كده انت بعيد تماما عن البرمجيره برضه. يعني بعيد عن اداره المشروعات تماما. عموما يعني انا كان كلامي النهارده كله معاكم على البراطات. انا كنت اتمنى انا كنت اديتكم مره فاتت حاجه زي كده طارق ان انتوا تعملوها يعني. اه انا بقول حاجه، انا اشتغلت وعملت يعني ايه اللي هو الحيطان بس. انت عملت المعماري؟ عملت ده. ما انا مش عايزك تقلده، انا عايزك انت تاخد ده مع نفسك وتبدا تعمل فرش غطا وتبدا تبص وهكذا. خلاص انت بتدرب نفسك بس كرسم مش اكتر يعني. وبعدين انا ما اعرفش اصلا، انا فاكر ان هو احنا بنرسم زي الحاجه. انا في نقطه برضه ثانيه عايز منك يعني. انت انا عايزك بقى تخش في شغلك انت بتاع المكتب تقول لهم ادوني حاجات ابدا ارسم فيها. فاهم قصدي؟ يعني تقول لهم ادوني بقى حاجات ابدا اتعلم وارسم واشتغل. انت ازاي تاخد رسمة؟ ما هو انا المدير اساسا يعني عمال يقول لي ايه كل شويه يعني يقول لي ايه اعمل ايه في الاوتوكاد؟ فاقول له تمام. فهو يعني ايه مستنيني اما اقول له انا تمام يقوم عامل لي اختبار كده وايه ويشوفني بقى انا كويس في الاوتوكاد، يا ترى محتاج اتدرب كمان شويه كده. فانا قايل له يعني هو قايل لي الاسبوع اللي فات هتخلص على امتى؟ قلت له على اخر الاسبوع ده. يعني كان اول الاسبوع اللي جاي مثلا. انت شغال، انا كل محتاج منك انا خلي بالك انا المرات الجايه دي بس مش كده يا باشمهندس. اصل انا مش هاخد، انا طالما هاخد شغل يبقى مش هينفع ابقى بتعلم لسه. انت هي بالنسبه لي. لا ما مش كده بقى، ما هو كده اصل هيقول لي بص انا ممكن اديك حاجات اتعملت تاخد تتدرب فيها. طيب خد اتدرب بس عشان لما تختبر، عشان لما تختبر. انا مش عارف برضه هعمل اشتغل ازاي في الحاجات دي في الطرق والكلام ده. انا مش انت هتقعد عامل كده مش تختبر خالص مش تخش الموضوع ولا انت عايز قصدك تمارس؟ انا عايز اكون خلصت خالص التوكال بعد كده اخش بقى ايه اقول لهم بقى شوفوا انتوا عايزين تعملوا ايه. ماشي انا عشانك انا بتكلم. ايوه انا فاهم، بس انا مش هينفع اقول له اديني مشروع من بابه كده ايه. مش مشروع، حاجه تدريبيه بس امسك لوحه معموله اتمرن عليها وارميها في الزباله تاني. عمال زيها بس اللي هو امرن ايدي على الشغل بتاعي بدل ما انا امرن ايدي على شغلي مش شغلي.
مره ايه عشان كده والله الصح اصلا. بعدين قاعد مهندس معاك في المكتب، طب انت مش مهندس ما تعرفش تجيب لنا مشروع طرق مثلا او شبكات صرف نعمل؟ انا مش عارف هما بيشتغلوا يعني، كل مكتب ليه دماغ وليه فكر، هو هيمرسك على شغل. فانا عايزك انت تمشي ايدك او ميه ايدك على ميه اللي هما شغالين بيها في المكتب. انا هشوف كده لو اعرف اجيب مشروع حتى اجيبه معايا هنا بكره مثلا ولا حاجه. بس مش يبقى احنا بكره يبقى معانا الساعه 8 بكره؟ ايه الاثنين؟ ليه 8 دي؟ وحضرتك اللي قلت لي قلت التلاتة التلاتة الساعة 8 خلاص مش ماشي. هذا يا شمهندس ما بتكلمش، بتكلم يا شمهندس بس على عايزين نخلينا بس في الدنيا دي ماشي عشان بس الوقت ماشي. انا خلاص انا اعتبر ان النهارده عايز اتكلم في الاسلابات بس، وكنت مستني منكم ان انتوا رسمين وعندكم مشاكل الاسلابات بس. ف انا مش هاخر ما تقلقش. انت عايز تلحق الماتش؟ لا غير الماتش. صاحبتك مستنيه؟ لا لا انا بس واقف تسجيل. ما تقلقش لا لا ما تكلمش على التسجيل.